بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. سبحان من سبح باسمه كل المخلوقات في كل مكان في الملكوت، خالق كل شيء بحكمة وقدر، واهب الحياة سبحانه، حي لا يموت. في كتابه الكريم وآياته المباركة درس وعبرة عن أوهن البيوت، دلائل قدرته وموعظة لكل إنسان أرسلها لينا في سورة العنكبوت. أسرار ومعاني سورة العنكبوت، ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. القرآن الكريم هو صيدلية ربانية، نعم، فيها كل شيء، في حلول وشفة لحياتنا، ونقول كل سورة لها خصائص وليها دلالات وليها دروس وعبرة لينا إحنا في حياتنا. سورة العنكبوت سميت ليه بالاسم ده؟ وهل هو اسم واحد ولا لأ؟ ونزلت مكية ولا نزلت مدنية ولا نصها ونصها؟ كل ده كل الأسئلة دي مرة. أيوة. حاضر. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد بحية حضرتك على اختيار الموضوع وحتى الأسئلة في بدايتها ممتازة، ربنا يخليك. هي سورة العنكبوت، والمفاجأة أنها ليس لها اسم غير الاسم ده بس تماما، وسميت بهذا الاسم لأنه ورد فيها ذكر العنكبوت ولم يرد في أي آية من القرآن الكريم تاني ولا في أي سورة تانية. يعني كلمة العنكبوت لم تذكر إلا في هذه السورة، ولذلك تفردت بهذا وتفردت بهذا الاسم وليس لها اسم آخر، هي اسمها العنكبوت، تمام. والعنكبوت هو الحشرة كمثال. كمثال في السورة، مظبوط. طب ليه كمثال؟ لأن هي السورة حضرتك بتقول هي مكية ولا مدنية؟ مكية، بس في جزء فيها قيل أول 10 آيات مدنية، لأنه من 1 إلى 11، مظبوط، لأنه ورد فيها ذكر المنافقين، وذكر المنافقين لم يرد إلا في السور المدنية، فقالوا إنه السورة مكية، وهي تعتبر آخر ما نزل من السور المكية. ليه؟ لأن هي بتتكلم عن الهجرة، فآمن له لوط وقال إني مهاجر، وكلمة مهاجر لم ترد في القرآن إلا في السورة دي بس، وكأنه بيجهز المؤمنين ويجهز الصحابة ويجهز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، من آخر ما نزل بتكلم عن الهجرة وعن الجهاد وعن الامتحان وعن الاختبار، فكأنها بتهيئ الصحابة من أجل الهجرة، لأنه امتحان ضخم جدا. موجودين 13 سنة وكان فيها عذاب وكذا وكذا، لكن أنا متألم، لكن في وسط أهلي وفي بيتي وفي وسط أولادي، ففجأة أنا هسيب كل ده لله ولرسوله، فالمسألة مش سهلة. فالسورة بتجهز الصحابة لهذا الأمر، فهي تعتبر آخر سورة نزلت من السور المكية قبيل الهجرة، بل كان الصحابة بدأوا الهجرة إلى المدينة، وبدأ بعضهم يفتن في هذا، وناس ترجعوا، وأم سيدنا عياش بن ربيعة تمنعوا من الهجرة وتكتفوا وتعذبوا، وأمهات بعض الصحابة وعائلات بعض الصحابة بدأوا يمنعوهم من الهجرة، فربنا قال لهم لقد فتنا الذين من قبلكم، مش انتوا بس اللي بتمتحنوا يعني. فالسورة نزلت لهدف عظيم جدا جدا. طب ليه اتسمت باسم ده، باسم السورة، باسم سورة العنكبوت؟ لاحظت في القرآن الكريم انه دايما الاسم بيبقى له اتصال قوي جدا جدا بالهدف. يعني مثلا لاحظت في سورة النمل، سورة بتهتم بالتفوق الحضاري، جابت النمل نموذج على هذا التفوق، العظمة دي. سورة النحل، تمام، بتهتم بالعمل والسعي والدأب والاعتماد على الله عز وجل، فأخرجت عسلا مصفا، عجيبة عجيبة يعني. وكذلك العنكبوت، العنكبوت بتقول لي الهدف الكل ممتحن، فلا بد من الجهاد، وانت تجاهد اعتمد على الله. خلص الكلام، نقول تاني، كله هيمتحن، كله ايه هيمتحن. طب وانا في الامتحان لازم اعمل اللي علي. طب وانا بعمل اللي علي، محتاج اللي اعتمد عليه. اعتمد على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب لو اعتمدت على غير الله، يبقى انا زي اللي اعتمد على الاصنام واعتمد على الكواكب واعتمد على غير الله بالضبط، مثالهم زي العنكبوت اتخذت بيت،
اعتماد واهن وضعيف جدا جدا. طب الاعتماد اللي حضرتك بتتكلم عليه هنا تقصد بيه الاعتماد اللي هو شكله ايه؟ اعتمادي انا على الله. تمام، اللي هو انا بوكله امري. في الاول توكيل، تمام، وفي الوسط تسليم، وفي النتيجة رضا. الكلام ده لازم يتكتب. طب وانا بفكر ليه؟ لان عايز اجيب الجملة سهلة. اضرب لك مثل اهاني. حضرتك انا هبدأ شغل معين، هبدأ كتاب، ففي البداية انا معتمد على الله عز وجل مع الاخذ بالاسباب، اتيناه من كل شيء بسم الله توكلت على الله. الله يكبر خاطرك. أمين. اثناء ما بكتب عمال ادور على مراجع، بعمل اللي عليا. ايوه الله ينور عليك. ففي مراجع الاقيها ومراجع ايه ما لقيهاش. انا مسلم، لقيت انا مسلم امري لله، ما لقيتش انا مسلم امري لله، لكن باخد بكافة الاسباب. كتبت الكتاب، لقى قبول، انا راضي. ما لقيش برضو انا راضي. هو ده. يبقى انا عندي ثلاث مصطلحات مهمين جدا، عندي توكل وعندي تسليم وعندي رضا. الله ينور عليك. التوكل مع بداية العمل، التسليم مع وسائل وأساليب العمل، الرضا مع نتيجة العمل. دي نقطة مهمة جدا، دي من الرسائل المهمة طبعا، جدا من رسائل الحياة. من رسائل الحياة طبعا. طيب فكأنه هو ده منهج. بالظبط. طب بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكتر حاجة تعينك وانك تنجح في الامتحان ان بيتك يبقى قوي، ان اسرتك تبقى متماسكة. الاساس، الاساس، البيت والاسرة. لانه افظع بيت وافظع اسره اسره العنكبوت. ده ضعيف جدا البيت، بيت العنكبوت. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليه؟ قال لي الحاجتين، حاجه ماديه وحاجه معنويه. الحاجه الماديه هو هش قدامك، يعني خيوط العنكبوت. اوهن يعني ايه؟ اوهن يعني اضعف. الوهن يعني الضعف. وبعدين ايه؟ لو شويه هوا يطيروا البيت العنكبوت كل بالعنكبوت هش. يبقى هو في ذاته هش. ومعنويا هش. يعني ايه معنويا هش؟ ضعيف. اي حاجه تاثر فيه. اي لا، ده انا هقول لك مفاجاه. حاجه بقى من جوه بقى. الزوج والزوجه من العناكب، عنكبوت جمعها ايه؟ عناكب. والذكر من العنكبوت اسمه عنكب. ماشي. فالعنكب والعنكبوته تزوج. كنت اقول لك طب والانثى اسمها ايه بقى؟ عنكبوته. تزوج. بعد ما يحصل ان الانثى تتلقح وتحمل، اول حاجه تعملها تقتل الذكر وتلقيه خارج البيت. طب خلفت، هم بيت واهن. طب خلفت ولها عناكب، اول ما يكبروا يقتلوا الام ويلقوها خارج البيت. فبيت واهن وضعيف عن القيم والمبادئ والمثل. فمن هنا بيقول لي اكتر حاجه تقويك ان بيتك يبقى قوي. اوعى بيتك يبقى عامل زي بيت العنكبوت، ما فيهوش وفاء. المعلومات دي جديدة عليا. هذا مهم خالص يا هان. طبعا. اصلا انت تعرفي الزوجة امتى؟ عند فقر زوجها. في الشدائد. وتعرفي الزوج امتى؟ عند مرض زوجته. وتعرفي الصديق امتى؟ عند الشدة. ما هو كل بني ادم كده، تعرفه في وقت الازمات. وتعرفي الاولاد امتى؟ لما ابوهم يكبر وامهم. طبعا. وتعرفي المؤمن امتى؟ عند الامتحان والابتلاء. ادي دي خلاصة الحياة. والله العظيم. ودي حقيقة. تعتبر من المأسورات. جدا يا هاني. فعشان كده هو سماها العنكبوت ليه؟ عشان يقول لي خلي بالك، انت هتمتحن وهتختبر. خليك متماسك، اعتمد على الله تبقى قوي قوي، اعتمد على الله تبقى اقوى الناس، اعتمد على الله ينصرك ربنا، اعتمد على الله يحميك ربنا، ونعم بالله، اعتمد على الله يقويك ربنا، اعتمد على الله يكفيك شر كل الناس، بس مع الاخذ بكامل الاسباب. من هنا نعلم، عشان كده اسمها الايه؟ العنكبوت. 69 ايه. تمام يا هانم. طب هي محاورها ايه؟ محاورها ثلاث محاور، محور عقيده، محور نبوة، محور حساب. محور العقيدة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت فاكر نفسك هتقول أنا مؤمن ولا تمتحن؟ إذا كان أصلا أنت موجود في لجنة الامتحان. صحيح. أقول لك على معلومة. تفضل. إحنا يا هانم نكاد نكون مش في الحياة. بمعنى؟ إحنا في لجنة امتحان. أول ما نزلنا إلى الأرض وورق الامتحان اتوزع علينا، وكل واحد وورقته، وكل واحد وامتحانه، اللي امتحانه بالخير واللي امتحانه بالشر. تمام؟ مش كده وبس، في امتحان دبل، احنا كلنا مع بعض امتحان لبعض. فالقوي امتحان للضعيف، والضعيف امتحان للقوي، الغني امتحان للفقير، والفقير امتحان للغني، الراجل امتحان للست، والست امتحان للراجل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اربطي معها
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ لا يفتنون. فأنا عايز أقول لحضرتك معلومتين في غاية الأهمية. يعني إيه مصطلح فتنة وإزاي إحنا مش في الحياة؟ ما عليك يا هانم، إحنا في الامتحان في اللجنة والورقة توزعت. الحياة تبدأ إمتى؟ لما نيجي سحبين بعد عمر طويل منك الورقة ونكتب عليها كلمة ناجح إن شاء الله بربع درجة، أنا عايزك بس تدخل الجنة خلاص. فلما سحبنا الورقة من حضرتك وكتبنا ناجحة خلاص كده بدأت حياتك الحقيقية. تقصد الورقة اتسحبت دي اللي هي عند طلوع الروح؟ مظبوط يا هانم. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. بتقول إيه هانم؟ لحياتي. ما اللي احنا كنا فيه ده إيه؟ ما احنا هو بنقول اهو في لجنة الامتحان. الله ينور عليك. تبدأ الحياة لما تنجح في لجنة الامتحان. هي الدنيا كده عاجبك؟ هي الدنيا كده مش عاجبك؟ هي الدنيا كده برضو عاجبك؟ ايه وما فيهاش عاجبك ومش عاجبك؟ ايوه، اصله حد يبقى زعلان وقاعد جنب الحيط؟ ما ينفعش. يعني ايه زعلان وقاعد جنب الحيط؟ زعلان من الدنيا وانه مبتلى جامد، مكتئب يعني، وقلقان ومتوتر. الدنيا بتعمل فيا كده ليه؟ لا يا اخويا، بتعمل في كل الناس. ولقد فتنا الذين من قبلكم. بس كل واحد عنده حتته. بالظبط، هي الدنيا محتاجه الى صبر وتحمل ومسؤوليه وظهر جامد. والله اتحملت هتمتحن، ما تحملتش هتمتحن. بالظبط يا هانم، زي ما يكون احنا عندنا امتحان اخر السنة. الطلبة اللي في الفصل هيدخل امتحان ولا لا؟ اللي ذاكر واللي ما ايه؟ واللي ما ذاكرش. يعني اللي ما ذاكرش يقول ايه؟ لا 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 لا، انا مش داخل الامتحان. مش بمزاجك يا حبيبي، انت هتدخل امتحان، هتدخل امتحان. فاستعديت انت هتمتحن، ما استعدتش انت هتمتحن. مصطلح الفتنة له معنى مهم جدا. احنا دايما فاهمين ان كلمة فتنة يعني حاجة وحشة. طب ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: انما اموالكم واولادكم فتنة. ماشي، صح كده؟ ما انا بفكر ازاي وربنا سبحانه وتعالى جعل فتنة بالخير. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ازاي والقرآن الكريم حكى ان سيدنا موسى بيقول لربنا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء؟ طب يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى ساعتك؟ الفتنة بالبلد كده الامتحان والاختبار، واصلها في اللغة العربية ادخال التبر وهو تراب الذهب الى النار لفصل الشوائب ليخرج ذهبا مصفى. الجواهرجي اسمه فتان، الجواهرجي بتاع الذهب فتان. ليه؟ انه بياخد تراب الذهب اللي هو التبر يدخله على النار. التبر ده فيه شوائب وفيه حديد وفيه صدى وفيه رمل. طب انا عايز ينضفه بيصفيه يعني؟ الله ينور عليكي. انا باخد التبر ده وادخله على النار، دي اسمها الفتنه. يطلع الشوائب تتصفى ويطلع لي من الناحيه الثانيه ذهبا مصفى. ادي معنى كلمه الفتنه. تعالى يا مؤمن هدخلك الامتحان عشان تطلع صافي من الشوائب. ده اللي هينجح فيه، وان شاء الله كلنا هننجح الله. باذن الله، معتمدين على الله عز وجل. تمام، ادي المعنى الاصلي. الفلوس اللي عندك فتنه. يعني حضرتك تقصد ان بيتحط مغريات الحياه بكل حاجه فيها، واحنا بنتحط في الموقف وحسب اللي هيخرج منها ناجح او اللي هيخرج منها فاشل. مش مواقف. شوف يا هانم، من اول نفس في الكون لاخر نفس كله امتحان. شغلنا اللي احنا فيه ده امتحان وفتنه، ولادنا في البيت امتحان وفتنه. طب ولادنا امتحان وفتنه ازاي؟ انما اموالكم واولادكم فتنه. ماشي، ازاي بيمتحنك ربنا؟ هتتقي ربنا فيهم ولا لا؟ هتاكليهم حلال ولا لا؟ هتتقي ربنا وتقومي بواجباتهم وتعلميهم صح ولا لا؟ هتعرفيهم على ربنا ولا لا؟ هتأمريهم بالصلاة وعبادة ربنا ولا لا؟ انت فاهماني حضرتك؟ طب لو هم أمروك بمعصية الله وطاعة ربنا، تختاري مين؟ اختار ربنا. انت فاهماني حضرتك؟ يبقى امتحان. فلوسك امتحان، فلوسي امتحان، فلوس اي حد من المشاهدين الاكارم امتحان. هتقي ربنا فيه ولا لا؟ وهأدي حق ربنا ولا لا؟ واكسبه من حلال واصرفه في حلال واطلع الزكوات والصدقات ولا لا؟ امتحان يا فندم. الاكرام امتحان، والانعام امتحان، الفضل امتحان، الرزق امتحان. احنا مع بعض فتنا البعض. بمعنى القوي ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه حد ضعيف، يحصل غلط منه هتتقاوى عليه
ولا تتقي ربنا فيه؟ لما هتشوف الضعيف تسخر منه ولا تحمد ربنا على قوتك؟ ولو لقيت ضعيف محتاج هتساعده ولا تتعالى عليه؟ يبقى قوته امتحان. والضعيف ربنا بيمتحنه بضعفه، هتصبر ولا لا؟ هتتحمل ولا لا؟ هتشوف نعمة ربنا عليك ولا لا؟ ولا هتنظر إلى القوي وتقول اشمعنى أنا يا رب؟ امتحان. الراجل والست امتحان لبعض. قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الخير فتنة والشر فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك ده أول القصيدة وأول الدروس المهمة جدا في سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويا باشا أنت مش لوحدك، الكل ممتحن والكل مبتلى والكل مصاب. من منا لم يمرض له حبيب؟ من منا لم يمت له قريب؟ من منا لم يخفق له عمل؟ من منا لم يضع له أمل؟ إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. الفقد حتمي، مين فينا لم يفقد؟ لا مفيش. الله ينور. ومن فينا هيفضل عايش في الدنيا؟ الله ينور. والوجع لازم، من فينا لم يوجع؟ والامتحان قائم، من فينا مش في امتحان؟ هي الدنيا كده. صحيح، هو دي طبيعة الدنيا. فاستعد، كل ممتحن وكل مختبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فبتقول لي أنت هتمتحن في العقيدة، أحسب الناس أن يتركوا؟ وفي جانب النبوة بتركز عليه، ربنا بيقول للناس إيه؟ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ. طب والكل هيتحاسب، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. طب المطلوب إيه؟ إنك تجاهد. طب إحنا لسه في مكة، ومكة لم يشرع فيها الجهاد. قال لك هذا جهاد النفس، ده الجهاد الأكبر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. ولذلك سبحان الله السورة بدأت حرب. طبعا يا فندم حرب، والحرب بينك وبين نفسك أقوى من بينك وبين أقوى الحروب. الله ينور عليك. لذلك تلاحظ سورة العنكبوت بدأت بالجهاد وختمت بالجهاد. قال الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وختمت بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طب أنا لما أمتحن، أقسام الناس في الامتحان أربعة في السورة، يعني السورة بتقول لي كله يمتحن؟ آه. كله فتنة؟ آه. كله اختبار؟ آه. طب الناس في الاختبار الأربعة، أول واحد عمال يقوموا يقع، مؤمن ظاهر الإيمان عقيدته صحيحة، لكن في الاختبار ممكن يقع يقوم، يقع ويقوم، يقع ويقوم. ده أول واحد. تمام. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله. عنده جزء ضعيف بالضبط، معظمنا كده. لذلك قال الله عز وجل أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أدي واحدة. طيب القسم الثاني قسم مسيء، قسم أساء في الامتحان وأهمل جامد جدا. قال الله عز وجل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ده القسم الثاني مسيء. طب القسم الثالث مسيء بمعنى إيه؟ يعني لم يصبر، لم يتحمل، جزع، مرضيش، اعترض في الامتحان، رسب في الامتحان. أهمل بالضبط، أهمل في الامتحان، لم يلجأ إلى الله عز وجل في الامتحان. ده وارد جدا، ويدخل فيه من كفر بالله ويدخل كده. أعوذ بالله. طيب. رقم ثلاثة المحسن الذي يرجو رحمة ربه. قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ولذلك هنا قال يرجو، لأن الرجاء غير الأمنية. الأمنية تمني من غير عمل. ولذلك قال الله أن الإنسان ما تمنى. والحسن البصري يقول وغرتهم الأماني وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالأمنية التمني من غير عمل، إنما الرجاء الطلب مع العمل. لذلك ربنا قال من كان يرجو، ما قالش كان يتمنى. تقصد انه البني ادم يتمنى حاجه او يدعو ربنا سبحانه وتعالى بشيء وهو ما عملش اللي عليه او سعى فيه، يبقى دي امنيه ملهاش لازمه ما خالص. انما لو سعى يبقى رجاء، فالامنيه غير الرجاء. فده محسن يرجو لقاء الله عز وجل. طب القسم الرابع تجاه الابتلاء المجاهد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لاحظت أن السورة كمان أكدت لي قوي على الإحسان. والإحسان مصطلح عملاق،
لأن هو أعلى مقام الدين. ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإيه؟ المشاهدة ومقام المراقبة. فمقام الإحسان وإن الله لمع المحسنين، وفي آية تانية في سورة تانية والله يحب المحسنين، إنك تكون محسن ربنا يحبك، إنك تكون محسن ربنا هيكون معاك. مصطلح عملاق جدا له معاني كتير قوي. الناس فاكرين إنه الإحسان يعني الصدقة، هو معنى من المعاني، تمام؟ أحسن يبقى بدل حد حسنة. حتى احنا بنسمي الصدقة بالعامية إيه؟ حسن. لك أعطيني حسنة، فأعطيني حسنة أنا أعطيني صدقة. الإحسان الصدقة، ماشي، أدي معنى. رقم اثنين، الإحسان بمعنى الإتقان. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإتقان يعني الجودة، وسباقنا في الدنيا سباق جودة وإحسان، مش سباق عمل بس. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عمل. ليه قال أحسن؟ كان قال عمل. قال لك لا، لأنه ده جودة، الأفضل، لازم تعمل أحسن حاجة، أعلى حاجة في أي شيء. الله ينورك، حتى في الكلمة اللي هقولها. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أيزو وجودة في الكلمة، تبوا في العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. في التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حتى في الطلاق، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى أنا سباقي سباق جودة وأيزو، عشان لما أقابل ربنا يعطيني بالجودة والأيزو. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله يحب المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فضيلة الشيخ، هي سلسلة، الأب والأم يموتوا والأولاد موجودين والأولاد يخلفوا وهكذا 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 وهكذا، سلسلة ودايرة على طول ما بتنتهيش. كل حد يموت يسيب أثر، إن شاء الله يكون طيب، يسيب سيرة كويسة. ده اللي احنا بنسيبه بعد ما نموت، ناخد معانا عملنا الطيب، يعني مساعدة المحتاج، الوقوف جنب حد محتاج شيء، الابتسامة، حتى لو احنا غير قادرين وما معناش فلوس، ابسط ابسط الامور هي جبر الخواطر. من الحاجات البسيطة اللي ربنا الجميلة، بسيطة وجميلة، وربنا اديها لنا في حياتنا عشان تسهل لنا وتيسر لنا ونروح نقابل ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بقى واخدين الحصالة اللي احنا حطينا فيها طول ما احنا عايشين في كل خطوة احنا بنخطيها في حياتنا. ده صحيح. ولذلك حضرتك واحنا بنتكلم على مصطلح الإحسان، قلنا ان اربعة يعني له معاني كتيرة جدا، منها اربعة: الإحسان بمعنى الصدقة، الإحسان بمعنى الإتقان، الإحسان بمعنى حسن الخلق، الإحسان بمعنى المراقبة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أعظم معاني الإحسان الصدقة. ومن معاني الإحسان أيضا أن أحسن تربية أولادي على الصدقة. يعني أنا مهم جدا أن أنا أتصدق في سبيل الله، مهم جدا أن أنا أعود ولادي على الصدقة في سبيل الله. أنا عودتهم على ذلك فعلمتهم الخير، فكلما فعلوا الخير يبقى أنا إيه؟ باخد مثل الأجر دون أن ينقص من أجره شيء. وابني أنا علمته الخير، هيعلم ابنه الخير والأجر ليه. ولذلك إحنا أمة الخير، تفعل الخير وتعلم الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لحد ما نصل إلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما قالش يعملوا، ما قالش يفعلوا. أنت وصلت إلى درجة أنك مش مجرد تعمل خير بس، أنت تعمل الخير وتدعو الناس إلى الخير وتعلم الناس الخير وتدرب الناس على الخير، فتبقى طاقة وتاخد أجر وثواب كل اللي انت عملته ده. لأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا مش هبدأ دين جديد، إنما فيه سنن مهجورة نسيها الناس فأنا أذكر الناس بها كأني سننت سنة حسنة. فيه سنة مهجورة لا يعلم الناس بها فأنا أعلم الناس فكأني سنيت سنة. أنا مش هأتي بدين جديد عشان الناس تبقى فاهمة يعني إيه كلمة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنة نسيها الناس أذكرهم بها، سنة لا يعلمها الناس أعلمهم إياها، سنة لا يعرف الناس كيف يطبقونها أنا أعلمهم كيف يطبقونها فأنا أخذ مثل أجرهم. زي ما أمسك ابني الطفل الصغير وأحفظه القرآن وأحفظه سورة الفاتحة، كلما قرأها أخذ مثل أجرها. وأنا ماشي رايح أخطب الجمعة جنبي ابني ولقيت حد من أسيادنا وعايز أحسن إليه، فجيت واخد الفلوس ومديها لابني، قلت له روح اديها لعمك علمته، تمام؟ ولازم أقول له عمك
عشان يعرف انه عمه وقيمته. عشان هو بيديها له بحب، يديها له باحترام، يديها له بتقدير. لانه صدقيني حضرتك لو الصدقة لم تغلف بالإحسان وجبر الخاطر والكلمة الحلوة والابتسامة الجميلة وان انا انظر لأسيادنا الفقراء لانهم أسيادنا مش هتقبل. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. انت هتبطلها أصلا لو انت هتؤذي أسيادنا الفقراء، مش عايزك بلاش صدقة أصلا، لأن انت بتجلب على نفسك طبعا. خليها لك بالضبط. فمن أعظم ما يقربنا إلى الله عز وجل ان احنا نعمل الخير ونعلم الخير. صحيح. أكيد كل حد شارك أو ساهم أو شايف اسمه مكتوب ضمن الأسماء اللي مكتوبة على محطة التحلية بيبقى حاسس بأنه عمل حاجة كبيرة قوي، وحاسس في كل لحظة بتعدي أنه ممكن يبقى في الوقت ده في حد بيشرب فبيدعي دعوة، في حد بيتوضى فبيدعي دعوة، في طير، في أيا كان هو إيه ممكن يكون بيشرب من المية دي أو المكان ده، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له أجر وثواب في لحظتها. هو اللي بيعمل كده حضرتك رقم واحد لا يفعل ذلك إلا بتوفيق الله وحده طبعا خالص طبعا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهناك من هو أغنى منه وما بيعملش كده، ده توفيق ربنا وحده. الأسماء اللي احنا شايفين ده في ناس بتحوش طبعا في ناس بتقعد تحوش القرش على القرش والجنيه على الجنيه عشان خاطر يعمل كده. ده توفيق ربنا وحده سبحانه. انه عمل عظيم جدا العمل اللي احنا شايفينه ده، كمحطة تحلية عملاقة بهذه الصورة تخدم مئات الأسر ومئات البيوت، تخدم قرية ولا قريتين كاملتين، كل من يشرب الأجر والثواب كامل لكل من ساهم. ما شاء الله. شوفي جمعية البر والتقوى لما بتعمل محطة تليق ان احنا تبقى لأسيادنا الفقراء بأجهزة تحلية، بخزانات، بمتابعة، بصيانة، شيء عظيم جدا جدا جدا. هي بتساعدك على انك تعمل الخير، هي بتساعدك على انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيعمل كده ويتصدق في عمل خير، في يشارك حتى باللي يقدر عليه بالضبط، ده بتوفيق ربنا وحده تمام. وده من أذكى الناس. ليه أنا بقول عليه من أذكى الناس؟ لأن هو كأنه يأبى أنه لما يموت ينقطع عمله، فبيقول أنا أعرف أن ولادي بعد موت ولادي وأحبابي ولاد حلال وزي الفل، بس هينسوا وهتاخدهم الدور. لما هو يجي الأولاد هيجوا فترة، الأولاد هيتوفوا، هيجوا الأحفاد ما عرفوش الأجداد، فعمرهم ما يفكروا. ده لو فكروا أن هم يقروا لهم الفتحة يبقى يعني الحمد لله. فهو بقى يريد أن يبقى أثره. قال الله عز وجل: ونكتب ما قد دمه وآثاره. فاللي انت بتعمله من الخير ده، كمحطة تحلية، كبير مية، كوصلة مية، ككولدير مية، مبرد مية، ده بقى آثارهم. شوف بيستخدمها لكل حاجة طبعا. ودرجة الحرارة بتبقى هناك عالية جدا في المناطق اللي زي دي، فبالنسبة لهم المية دي النفس اللي بيتنفسوه طبعا. هي وهي حقيقة. ولذلك ربنا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء ممكن نصبر على اي حاجة الا على المية. شيء مشرف. الأسماء اللي احنا شايفينها دي شيء مشرف، عدد كبير، حاجة كده أروع ما يكون. وتلاحظي حضرتك حسن إدارة جمعية البر والتقوى للزكوات وللصدقات وإعادة الاستثمار وتجميع الصغير فيصير كبير وهيتعامل بها عمل عملاق. لو أنا الواحد مستحيل أقدر أعمل طبعاً. ده المحطة بتكلف مبالغ طائلة جدا جدا جدا، فهي بتجمع عشان تعمل عمل كبير والكل مأجور أمام الله عز وجل. صحيح. أجيال وأجيال يعرفوا أنه المساهمة والمشاركة ولو بشيء بسيط جدا وقليل قوي داخل المسجد، حتى لو حطيت في صندوق المسجد أي حاجة وأنا معدية كده، بيبقى ليها أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. تلاحظي حضرتك احنا مع جمعية البر والتقوى من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة ومن حدودها لحدودها، تلاحظي من عمل إلى عمل ومن عمل عملاق لعمل عملاق، ومن محطة تحلية لمسجد، ومن مسجد إلى تجهيز أسيادنا الفقراء، ومن تجهيز إلى كفالة طالب العلم، من كفالة طالب العلم لآبار نموذجية. شيء عظيم جدا جدا، عمل متكامل، ناس متخصصة، ناس فهمة كويس جدا جدا بتعمل إيه، ناس بترتب شغلها مع ربنا سبحانه وتعالى لأنها بتعامل ربنا جل وعلا.
عمل عظيم جدا. المسجد صدقة جارية، أكبر أحسن أفضل صدقة جارية يعملها البني آدم، تنفعش من الزكوات. المساجد لا، لكن صدقات جارية أعظم استثمار، ده من أحسن ما يكون. يعني لو جبت مصاحف مثلا وحطيتها في مسجد صدقة جارية، إزدالات وحطيتها في مسجد صدقة جارية، مروحة فرش صدقة جارية، طول ما هي شغالة انت بتاخدي أجرها وثواب. الناس اللي بتنشئ في المسجد، اللي بتبني الطوبة اللي انت اشتريتها، شكارة الأسمنت اللي انت أتيت بها، المساهمة اللي انت عملتها، الوقفتك اللي وقفتها، عرق جبينك اللي عرقته، الكلمة اللي انت قلتها، كله مأجور. لا ده كمان في الجمعية، أنا أعرف أنه في بعض المساجد هم عاملين فيها قسم تعليم محو أمنية، وعاملين تعليم قرآن وتحفيظ قرآن كريم. والله احنا الحمد لله مصر فيها طفرة عظيمة جدا جدا الحمد لله، بقيادتها وبوزارة الأوقاف وبالأزهر الشريف، فيه اهتمام قوي جدا جدا بالمساجد وبالطفرة، واهتمام بالمساجد مبنى ومعنى ماديا وعلميا ومعنويا، شيء عظيم جدا جدا. فجمعية البر لما بتعمل مسجد، بصراحة أنا شفت بعض مساجدها حاجة مشرفة جدا، تعمل حاجة حلوة قوي تليق أنه يبقى بيت ربنا. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم صدقة جارية إنك تساهم في بناء مسجد أو إنشاء مسجد، أعظم استثمار مع الله رب العالمين. ربنا يتقبل يا رب من الكل. نورتين يا فضلت الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي، ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والاخر. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.